أخبار اليوم. فرح كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم. وانت طيب يا ياسر، ويعني رمضان كريم عليك وعلى كل المشاهدين اللي بيشوفونا. يمكن النهارده انت يعني افطار النهار، بس مالكيش حاجة في البرامج النهارده بتاعت النهار، بس انت دايما مميزة في البرامج الرياضية. بدأت سبت برامج التوك شو وبدأت لبستي التيشيرتات بتاع الفرق الأجنبية، وده يمكن اول بنت او اول مذيعه ان هي تلبس لبس رياضي وتقدم برامج رياضيه. ده حقيقي، يعني احنا بنقدم نشره الاخبار الرياضيه على قناه النهار اليوم يوميا. فكره التيشيرتات الرياضيه يعني هي كانت منتشره الفتره، طبعا ما كانتش موجوده، بس بعد كده لما ظهرت عملت صدى حلو مع الجمهور. احنا بالعكس كمان غيرنا من الفكره بتاعت التيشيرتس الرياضيه، بس بقينا بنلبس كمان تيشيرتات للانديه او للدوري المصري على الاخص، لان انا واحده من الناس حب يشجع الدوري المصري او كل الانديه المصريه تخصنا قبل العالميه كمان. وغير كده فقدت فكره لطيفه وخفيفه كده ان احنا نطبع على التيشيرتات كل الاحداث الرياضيه الهامه. يعني النهارده كان معانا حسن شحاته، طبعا المعلم، بنحتفل بعيد ميلاده، فكانت صورته النهارده طبعتها على التيشيرت، وطبعا قدمنا له التحيه من خلال شبكه تلفزيون النهار، وبنقول له كل سنه وهو طيب، ودايما ان شاء الله يبقى عندنا الجديد من خلال نشرتنا الرياضيه. انت استوحيت الفكره في جيبه بتاعتك النهارده، يمكن احنا عشان رمضان فني فعملت جيبه فنيه عليها كل البوسترات بتاع الافلام. الجيبه بتاعتي السكيرت دي من تصميمات ندى اكرم، هي فكرتها وانا بحب دايما البس من عندها، وهي فعلا يعني استوحت كل الذكريات بتاعتنا وافيشات الافلام وحطيتها على سكيرت واحده، فانا النهارده يعني حبيت ان انا احضر بيها افطار النهار. كل سنه وانت طيبه فرح، ورمضان احلى، والجيبه بتاعت فرح احلى. رمضان احلى يا رب دايما عليكم ومع النهار. ميرسي يا ياسر.